التحدي والعصف الذهني بخصوص السيارة الكهربائية ذاتية القيادة. وطبعا هو قد ايه مهم للدولة كلها، عايزين نزود القاعدة بتاعة السيارة ذاتية القيادة عشان نقدر بعد كده نصنعها محليا بالكامل. خلال الخمس ايام اللي الطلبة اشتغلوا فيها 9 فرق من المدارس والجامعات من محافظات مختلفة، اللي قدروا ان هم يركزوا ويقدروا يعملوا نماذج مختلفة للسيارة الكهربائية ذاتية القيادة. مش بالشرط تكون سيارة كاملة، لكن كلها افكار اكتر من رائعة. في ناس فكرت ازاي تعمل سيارة كهربائية للفنادق، للمستشفيات، لمجابهة انفلونزا او الفيروس كورونا. في ناس فكرت ازاي تقدر تحمي السيارة من السرقة، ازاي تقدر لو في حادث تبلغ عنها اوتوماتيك. حاجات كتيرة جدا شفناها النهاردة، افكار بتطمن ان احنا مصر عندها الفكر والابتكار والاختراع. طبعا الطلبه الجامعيين الصراحه عملوا حاجات النهارده شغل مدهش قوي، وعملوا شغل جميل جدا في الترويج بروسيسنج وامن ريكوجنيشن وباس فايننج وحاجات الصراحه جميله قوي. النهارده ان شاء الله في تنافس جامد بين الناس. صراحة الواحد كده اطمئن، في اطمئنان على مستقبلنا حقيقة، انه مادام في شباب في السن ده بيعمل اللي انا شفته على عجالة دلوقتي، ده بيطمننا على المستقبل.